شباب، يسعد اوقاتكم. من نتعلم عزف اغنيه الثوب البني، والله مجنني. انا مشرق السيول مي شباب، ايقاع لف سرعه 105. ما بدي اطول عليكم بالفيديو، بس بتمنى تكونوا كرما معنا باللايك، بس ما بدي اكثر من هيك يا شباب. الثوب البني. اوكي شباب، رح نعزف هلق بإيقاع بطيء، ماشي يا شباب، عشان تشوفوا كيف بتنعزف بسرعة 59. شباب، في مقطع شباب بحكي فيه كمان هز بخصرك، هز هز. نحن اخذناها من هون صح؟ اوكي، هلا رح نعمل الايقاع. شباب هاي كمبتدئين، عم بعلمكم اياها كمبتدئين مش كمحترفين. بعدين شباب اوكي، بس انا الايقاع الاصوات مش موجودة عندي صراحة.
خلينا هيك شباب. بعدين برجع كلمات. هلق شباب رح اعزفها باسرع من هيك. خلص انتو المهم تعلمتوا حركاتها للاغنية. هلق رح اسرع الايقاع انا. رح احطه شي 100 اكثر. ان شاء الله تكون عجبتكم شباب. كمبتدئين عم بحكي، مش محترفين ولا متوسطين، عم بحكي كمبتدئين. ان شاء الله تكون عجبتكم. اذا عجبتكم شباب ما تنسوا تعطونا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس.